السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم باذن الله غناخذكم معايا في جوله للمدينه الجديده، ماشي للمدينه وانما المكان الاقامه لوطيل اللي مشيت ليه باش تعرفوا ان شاء الله معايا الثمن وثمن الاقامه ثمن الفطور عندهم، ونعرفكم على الشومبر نصورها لكم كامله من الداخل. اذا كيف كتشوفوا لوطيل جا مباشره قدام البحر الجديده، مباشرة كتطلع البحر على جميع الأشياء، يعني محتاجش تركب ولا شي وسيلة تنقل. هو هذا اللي كتشوفوا معايا إيبيس ديال المدينة الجديدة. إذا كيف كتعرفوا أن في الصيف أغلبية المدن البحرية كيكون فيها كيكون عليها إقبال كبير وكيكون مشكل كبير في الكرا وفي السكنة، لهذا مشينا مباشرة للوطيل ماشي مدة طويلة غير ويكند. إذا عجبني أغلبية فاش كنمشيو هكذا في ويكند في الصيف ولا كنمشيو ليه، فقررت أنني نصوره باش إلا بغيتو تستافدو إن شاء الله. اللي غادي هكذا نهار يومين في الويكند يعرف فين يمشي باش إن شاء الله تحسو بالوقت، لأنه أصلا جا في حدا البحر، يعني جا قريب لكل شيء، جا في مكان مزيان موقع مزيان. وها هو الشومبر من الداخل باش تعرفوا شنو فيه. حنا مشينا 4 الناس، جوج كبار وجوج صغار. وها نتوما كتشوفوا الفراش راه كثير تبارك الله، يعني كاين الفراش وكاين الفوق الوليدات. هانتو كاينه التلفازه طويبله، الكرسي، كاين الدوش فيه الماء سخون. هانتو من السرجم مباشرة كيطلع على البحر. شفتو المنظر رائع غزال، يعني غير في الشومبر راه كتمتع بمنظر البحر. المهم انا ما كنديرش اشهار ليه، وانما غير عجبتني الفكره فقلت نتقاسمها مع الاخوات الا بغات بغيتو زعما تستافدوا منها وتعرفوا شنو كاين فيه الداخل. المهم انا صورت لكم كامل. ها هو الحمام، جا الحمام بوحدو والتواليت بوحدها، اذا مقسومين كل واحد بوحدو. هذه التواليت، المهم راه انيق وزوين ونظيف. وبالنسبه للثمن كاين فرق كبير بين على حساب الفصل اللي نتوما كتمشيو ليه. طبعا فين غادي يكون غالي بزاف هو في وقت الصيف، فين كيحتاجو الانسان بزاف. حنا خديناها 430 درهم، 8600، 430 درهم. ولكن راه كيكون في وقت البرد وهذه حتى ل 200 درهم. المهم هكذا سولت السيد اللي في الاستقبال على الاثمنه، فقال لي انه غير في الصيف اللي كيكون غالي 300 400 على حساب الاشهر، اما في وقت البرد راه كيكون غير 200 درهم ولا المهم على حساب واش عامر ولا خاوي. ها نتوما كتشوفوها هو فراش دراري، ايه جوج وليدات هنايا وها الفراش الاخر. المهم مكان زوين نقي، يعني النظافه موجوده نقي وكلشي متوفر فيه لداخل. وبالنسبه للفطور راه دايرين البيفي 35 درهم الواحد، اللي بغى يفطر عندهم ولا اللي بغى يمشي على برا يمشي للقهوه ولا اي بلاصه راه نتوما عارفين. المهم دايرين البيفي 35 درهم الواحد. ها نتوما ها المنظر كنصورو لكم من السرجم،
هذا فاش عجبني، يعني ان الا جيتي واخا غير الويكاند كتحس بالخرجه، يعني كل شيء حداك، ما كتحتاجش عاد تبقى تضرب الطريق باش توصل للبحر، توصل لوسط المدينه، توصل كل شيء متوفر وكل شيء قريب وكل شيء غير على رجليك. يعني الطوموبيل كتحطها هنا ما كتحركهاش. هذا اللي بغيت نشارك معكم، غير هذا لوطيل اللي انا كنمشيو ليه مره مره، ودرت في بالي بانني نصور لكم ونعرفكم بالاثمنه ان شاء الله، ونتمنى انه يفيدكم ويعجبكم. والى عجبكم ما تنساوش كيف العاده دعموا القناه بالاعجاب، واللي مازال ما مشتركش يشترك. خليتكم في امان الله. السلام عليكم. السلام عليكم.